السلام عليكم. احنا حنبدأ ان شاء الله. بنرحب فيكم اليوم باللقاء في لشعبة 201 في مقدمة في المدن والأنظمة الذكية. تم شرح بقية الجزء من الوحدة الأولى اللي هي بتتكلم على الديجيتال ايكونومي، وتم اعطائكم زي آلية لتنزيل ار وار ستوديو عساس نشتغل عليهم في البرمجة، وتم اعطائكم تمرين صغير على كيف تشتغلوا فيه. بشكل عام لما نتكلم على الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الرقمي حاليا هو الواجب في جزئية موجودة في الهاي، بنتكلم عنها كمان شوي. يعني انتوا وين وصلتوا وايش سويتوا في الار، بس خليني بس اعطي شوية خلفية عن ايش بنعني بالاقتصاد الرقمي. حاليا الدول الكبرى بتحاول تتوجه في اقتصادياتها نحو اقتصاد المعرفة او الاقتصاد الرقمي. فاقتصاد المعرفة او الاقتصاد الرقمي هذا هو المستقبل الحقيقي للشعوب المتقدمة. الان يمكن الكل بيحاول يعمل نهضة اقتصادية في منطقته، يعني المدن بتحاول تستجلب الشركات الكبرى أو شركات الاي تي عندها، وتحاول لأنه هذا بتعطيها ميزة اقتصادية للناس اللي عايشين فيها، لأنه هدول عادة بيدفعوا رواتب كويسة، فبتحسن مستوى الدخل في المدينة، وبتحسن برضو من ضمن الشغلات اللي بتجيبها نوعية الخدمات في المدينة بتتحسن تلقائيا بناء عليه. الآن في نماذج عالمية هي للشركات الناشئة أو لعلم الشركات. من ضمن هذه الشغلات عادة بنسميها في جزئية إلها دخل بالإمكانيات والرؤية والموارد والشرائح المستهدفة، ولها حاجتين بتقابل. إيش الحاجتين اللي بتقابلوا؟ المداخيل عندي، من وين بتجي لي الريفينيو، والمصاريف اللي عندي. الآن عادة عشان أنجح كشركة بدي الداخل عندي، المداخيل أعلى من المصاريف، بصير عندي أرباح بقدر، يعني هذه بتخليني أستمر في المجال. الآن عادة في اقتصاد المعرفة يمكن اللي طرحنا رؤيتين. رؤية بتدور إنه أنا بدي أتكلم على يعني خدمات كبيرة، في جزء بتكلم على جزئية صغيرة اللي عندي، وهذه لما نيجي نتكلم. بس قبل هيك نتكلم على حاجة بنسميها الـ value proposition، يعني إيش القيمة المضافة اللي عندي، أو بتسمع فيها تعبير القيمة التنافسية أو الميزة التنافسية. بس بشكل عام إيش القيمة اللي أنا بضيفها في هذا المجال؟ الآن الأصل عشان أنجح في أي شيء بأفكر فيه إنه في قيمة بضيفها في هذا المجال. الآن الحاجة الثانية اللي دائما بطلع فيها مين الشريحة المستهدفة. إذا أنا حددت الشريحة المستهدفة بعرف الباقي كيف أشتغل عليه، لأنه من أهم شيء لأي مشروع تجاري اللي هي بنسميها الجدوى الاقتصادية. الجدوى الاقتصادية أنت بتحددي إيش المنتج تبعك بالضبط، المنتج هذا ايش ميزته عن الموجود في السوق، او ليش انا بطرحه يعني كبديل، قد الكميات تبعتي قديش بدها تكون، قنوات التوزيع ايش هم، يعني هل انا بدي افتح محل لحالي، هل انا بدي اوزع عبر منصات الكترونية، هل بدي افتح عبر محلات قائمة اوزع المنتج تبعي او الخدمة. هذول كلهم حاجات احنا بنتكلم فيها، وهذا اللي تكلمنا فيها اقتصاد معرفي في الجانب هذا بشكل أساسي. من ضمن الشغلات اللي تكلمنا عليها إنه في وتيرة يعني التصارع في الإنترنت باندويت، ووتيرة التصارع في البروسيسور سبيد. قلنا يعني البروسيسور سبيد تقريباً في آخر 7 سنوات ضاعفت 71 ضعف، في الانترنت باندويت ضاعفت تقريبا 45 ضعف.
الآن في عندنا تو لوز، واحد بنسميه مورز لو والثاني بنسميه نيلسون لو. المورز لو ايش بتحكي؟ الكمبيوتر باور دبل افري تو ييرز، يعني كل سنتين بتتضاعف القوة الكمبيوتر اللي عندي. الآن اللو نيلسون لو في انترنت باندويث بيقول 50% كل سنة بصير نمو في الانترنت باندويث. هذول مؤشرين مهمين، لأن ايش بتقول لي؟ بتقول لي القوة المتاحة لي كأجهزة حاسوب عمالها بتزيد بشكل كبير جدا. والحاجة الثانية اللي بتقول لي إياها، بتقول لي إنه إمكانية الإنترنت لاستخدمها عمال بتزيد عندي بشكل برضو كبير جدا في هذا المجال. فهذا السبب اللي بخليني أقول لا، بدي أستغل هذه الإمكانيات الموجودة عندي بشكل أساسي. ف هذه الشغلات اللي هعرضكم أنا عليش بتفرج عشان ضلكم ماشيين معي في الشاشة. فهذه من الشغلات اللي تكلمنا عليها. هذا بنسميه الكانفاس اللي هو تبع البيزنس موديل، وهذا في مساقات الريادة كنت ندرسه. مين الشركاء اللي أنا بدهم يكونوا معي؟ ايش الانشطه اللي حقوم فيها؟ ايش الريسورسز المتوفره عندي؟ يعني في الريسورسز بطلع عليها اللي هي زي الكادر البشري، الاجهزه، المكان، يعني خلينا نتكلم على الان قديش مطلوب مني كاونلاين يعني ريسورسز. هذا كلهيته مهم جدا عندي. والكي بارتنرز، مين الشركاء؟ يعني هل في عندي شركاء استراتيجيين أنا بلزموني، زي مثلا شركات دعاية، زي ناس بوردولي مواد خام، حسب أنا إيش اللي بدي إياه في هذا المجال. وهدول بدهم اتفاقيات عندهم. إيش الأنشطة الرئيسية؟ هل هي أنشطة توزيع؟ هل هي أنشطة تصنيع؟ هل هي أنشطة تسويق؟ هدول كلهيته لازم يكون محددهم. وهذه لها كل واحدة قديش بالتكلفة تبعتها، عشان هذه اللي بتعطيني التكلفة الموجودة. الفاليو بروبوزيشن، هذا ايش الجديد اللي بقدمه؟ ليش المنتج تبعي بده يكون له سوق؟ الان طبيعة العلاقة مع الزبائن هذه مهمة جدا. ليش؟ لانه انا اللي بدي الزبون لمرة واحدة، بدي اياه زبون دائم على طول عبر الاجيال. هذا بتحدد كيف انا بدي اتواصل. الآن القنوات زي ما حكينا، هل قناة التوزيع هتكون عندي موزعين أماكن فيزيكال، محلات أروح إلها؟ هل أنا بدي يكون محل الخاص؟ هل أنا بدي أعمل عملية التوزيع على أونلاين؟ كل هذا. ومين الشريحة؟ يعني في فرق لما أنا بدي أتعامل مع أطفال، بدي أتعامل مع شباب، بدي أتعامل مع اختيارية، بدي أتعامل مع رجال، بدي أتعامل مع نساء. هذولا بدي أتعامل مع شريحة جبتها مليان، بدي أتعامل مع شريحة جبتها يدوبها فيها شيء. هذولا كله هيتو بتحدد لي إيش الاستراتيجيات اللي هستخدمهن هذا في الكاستمر ريليشن شيب والتشانل الموجود. هذولا بيعملوا لي إيش الدخل تبعي، من وين بدي يجي؟ وهذه الحاجة المهمة اللي أنا بتطلع عليها. الآن لما تكلمنا على الثلاث أنواع اللي عندي، تكلمت على حاجة في بعض المنتجات صارت ديجيتال على طول، ديجيتال بتلاقيهاش في الصيغة القديمة، يعني الصيغة القديمة صارت أوبسوليت. فهذه بدي أفكر فيها، لو أنا بدي أحط أي شيء بدي أتكلم على حاجة في هذا المجال. يعني حاليا الكل ميال إنه يكون عنده أبليكيشن للجوالات للسمارت فونز، يعني أسهل بكثير ما إنه أدخل على موقع وأعملها. لو عندي الأب بروح مثلا، لو عندي أنا أب بيعمل لي طلبيات بدخل عليها وبس بشتغل عليها. لو عند الابليكيشن اللي بدخل عليه مثلا على الجامعة، بدخل معلوماتي موجودة، كل اللي بدي اعمله دبل كليك وبدخل بعمل اللي بدي اياه. هذا اسهل بكثير ما ادخل باسورد واعمل واسوي هاي. في علم التسويق او في علم التجارة، انت ايش بريح زبونك بدك تعمله. يعني من الشغلات الحاجات الحلوة اللي بتطلع عليها في التسويق، يعني بتلاقيها موجودة عاملينه في الأندلسية، بس في الأماكن الثانية بتلاقيها موجودة. أحيانا المحل بيبقى ضيق، يعني فيش فيه أسانسير، يعني بنفعش ينعمل فيه أسانسير، بيعملوا الإسكليتر الدرج الكهربائي هذا.
الدرجة الكهربائية فيش عندهم وسع يعملوا لا طالع ونازل، فإيش بيعملوا خطة التسويق؟ بيطلعوك ونزول عليك، يعني بتنزل الدرجة العادي في نزول، بس هو بيسهل لك الوصول للخدمة. وهذه المعلومة اللي بدك تفكر فيها ك يعني خلينا نقول كمبتكرة أو كصاحبة عمل فيها. في حاجات جاية في النص فيها بلزم لها فيزيكال وبلزم لها إيش؟ سوفت وير، يعني هارد وير وسوفت وير، زي أجهزة الحاسوب وأجهزة الجوالات، وهدول كلها هيتم بده يعني تحدث فيه. الآن التحديث بيصير على شغلتين، أحيانا تحديث خصوصا مثلا الحاجات الغالية، التحديث بتكاش كل 6 أشهر أو سنة تطلع بشيء جديد. الأصل إنك بتحدث الخدمات وبتعطيك ميزة جديدة. والشغلة الأخيرة اللي زي ما حكينا، في عندي مجسات أو حاجات موجودة لها أجمنتد، وأنا بكملها حاجات ديجيتال. طيب الآن يمكن شفتوهم في هاي الفاليو بروبوزيشن، مثلا في بعض البزنس بتقوم على الاشتراكات الشهرية أو الأسبوعية أو السنوية. يعني لو أنا مثلا بدي أفتح حاجة بدي أزيد أجيب الزباين، يعني بدي أخليهم الزباين كتار تبعيني، يعني بدي أسوي علاقة مع الزباين، أسهل بكثير أعمل اشتراك شهري أو اشتراك أسبوعي أو اشتراك سنوي. يعني على سبيل المثال أجيب لكم حاجة قريبة لكم، الآن لو واحد بدي يفتح جيم رياضة في المنطقة، بنفعش يعمل على الدخلة يحاسب، إذا على الدخلة يمكن اللي يجي مرة ما يعدهاش المرة الثانية، بس لو عملت اشتراك شهري أو اشتراك أسبوع أو اشتراك سنوي، يعني ممكن أعطي أول مرة اشتراك أسبوعي مجانا، بعده لازم تعمل اشتراك شهري، بعد شهرين ثلاثة أعرض الاشتراك السنوي، وفي توفير طبعا، مش أنت بتقيسهم تضرب ب 12 أو تضرب ب 4 أسابيع زي هيك، فأنت بدك تخلي ميزة لهذا المجال. هذا بيخلي العلاقة مع الزبون طويلة. shorter product life cycles. الآن في علم التكنولوجيا إيش اللي صار عندنا؟ المنتج حياته قصيرة. يعني زمان كان يمكن الأجيال القديمة اللي بجيب غسالة أو ثلاجة بتضلها قاعدة مدى الحياة، بتموت مع الموتة تبعته. الآن بنتكلم إنه في لها عمر افتراضي، بتلاقيها خربت بعد فترة معينة. هي مصممة زي هيك، مش هي خربت لأنها فيها أنا سويت حاجة غلط، لا، هي مصممة إنها ما تعيشش أكثر من هذه المنطقة. يعني زي حكاية أقول لكم أبسط شيء في هذا، زي البطاريات تبعتنا اللي بنستخدمها للليدات. البطاريات الآن لها عمر افتراضي، الآن لها عدد معين من بنسميها اللايف سايكل، اللي هي عملية شحن وتفريغ. وصلت لخط النهاية، خلص هي خلص عمرها الافتراضي، أحيانا بتعيش أكثر بزيادة، بس هذه بونص، يعني مش هي مصممة لهالقد. لو في هذاك الوقت وقفت خلص انتهت. الآن الناس صارت إيش، يعني أنت لو بدك تتفرج على فيلم مش ضروري تملك الفيلم تجيبيها. زمان كان لازم اروح اجيب السي دي او اجيب الشريط واحطه بالجهاز، يعني بسميه الفي سي ار، اللي هو جهاز العرض، وهذا مشبوك مع التلفزيون، وقصه طويله عريضه بدك تجيبيها. وحتى كان ايامها في نوع من الاشتراكات الشهريه او الاشتراكات الأسبوعية أو السنوية مع هذه الشغلات عشان يخلوك زبون دائم، أو بالقطعة تعمل بتروح بتتأجر فيلم فيلمين وبتيجي تحطه بالجهاز وبتتفرج عليه في هذا المجال. الآن كل اللي بدك إياه سبسكريبشن عن طريق النت، لا أنت بتشيل حاجة ولا بتجيب حاجة، وبتدفع حتى عن النت في هذا الشغلات. الآن الألترا بيرسوناليزيشن، صارت بعض المنتجات برضو إنها خصوصا في وجود 3D برينتر، إنها صارت هي أنت بتشكليها لحاجتك أنت، يعني بتضيف البعد الشخصي عليها، وهذه فتحت سوق جديد. هذول التنتين اللي هي from position to use والألترا بيرسوناليزيشن فتحت مجالات جديدة، وهذه بشكل خاص فتحت مجال بنسميه الماركت نيتشي. الماركت نيتش يعني جزء بسيط في السوق بس انت بتتخصص فيه. طبعا هذا عملتنا انفورميشن ترانسبيرنسي، والديجيتال از نيو
نورم، يعني الترانسفورميشن ترانسبيرنسي صار انت سجلك اللي بتقوم فيه عبر النت صار مفتوح للناس. الان انت برضو لو بدك تشتري اي حاجه بتدخل على الموقع في عندك معلومه صارت عن المنتج، في معلومه عن المزود، يعني لو فتحت عن المزود او المنتج وبحثت عنه بتلاقي في ناس استخدمته وقالت لك هذا كويس عاطل، ايش الميزه فيه وايش العيب، هذا المحل اشتري منه، هذا ما تشتريش منه، في ريفيوز. فانت بطلت تدخل مغمضه، يعني زي ما فيش عندك معلومه. نتكلم على عالم الديجيتال، هو العالم اللي ماشي للامام. اذا انت مش هتلحق في عالم البيزنس معناته انت راحت عليك في هذا المجال. عاده لما نتعامل مع هيك بصير عندنا التراست والريبيتيشن، في حاجات إلها سمعه وفي حاجات يعني مواقع إلها يعني بتعتمد عليها، تقول هذه بامن لها. الان في عندي حاجات بنسميه اون ديماند، مثلا مباريات كاس العالم، حفله، غيره، فانت بتعمل اشتراك بس لهذا الحدث. ديس انترميديشن هذه زي ايش الان؟ عادة يمكن احنا في غزة بنحسش فيها هذه، بس بنحس فيها لما نسافر. لو انا بدي اشتري تذكرة سفر او بدي احجز لرحلة عبر العالم، بدي احجز فندق، بدي احجز شقة، بدي اسوي. الان في غزة احنا مسكر علينا بنشوفش حاجة، بس هذه برا ايش؟ انا زمان كنا بنروح لواحد بنسميه تبع تذاكر، زي كان الشرفة ومشتهى وهدول، وبنحجز من عنده. الآن هذه الخدمة بطلت مطلوبة، أنت طالما عندك كريدت كارد يعني بطاقة ائتمانية بتقدر تفتحي وتحجزي وتسوي كل إشي لحالك، وبتلاقي عروض أحسن من العروض اللي هم بيعرضوها. نفس الشيء حجز الفنادق أو حجز أماكن الإقامة، اللي إحنا لما نسافر برا بنحجز لحالنا، بروحش عبر ولا ايجنسي. وفي مواقع الان موجوده سواء للاونلاين يعني تشانلز، هي بتحجز عن طريقها سواء الاقامات وين بدك تقيم والتذاكر السفر او احيانا تاجير سيارات، كل هذه الامور تبقى يعني يعني انا لما بدي اسافر بدي اروح على مدينه جديده كل اموري ببقى مخلصها قبل ما اوصل هذيك المدينه، حجز الفندق مخلص، التذاكر مخلص، السيارة المواصلات من المطار للمكان اللي بدي أروح به ببقى مخلص، كل أموري حتى التنقل في المدينة وغيره وغيراته ببقى مخلصه، فعارف إيش بدي أعمل في هناك. فهذه من الميزات العصر الحديث اللي بنتكلم فيه. فالديس انترميديشن هذه الناس اللي بتشتغل وكانوا وسطة راحت الشغل تبعهم، وهذه يمكن تعطينا لحاجات معينة إنه في بعض المهن هتختفي من على وجه الارض، وفي مهن هتضلها شغاله. من ضمن المهن اللي بتختفي هذول الناس اللي بيشتغلوا وسطاء في النص. اتكلمنا على الفكر اللي بنتكلم فيه في الكي اكتيفيتي والكي ريسورسز، انه ايش؟ انه الاتمته وحركه خلينا نقول ميكنه الرجل الالي تعطي أداء أفضل من الإنسان، لأن هذه بتشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، فيش أخطاء، والكوست بيبقى إيش خفيف. فهذا بأثر على سوق العمالة في المدن بشكل عام. الآن المعلومات عندي والقرارات اللي باخذها دائما بتعتمد على تحليل بيانات، فلهذا السبب صارت هذه داتا سنتريك، فصار عندي الحصول على البيانات وتحليلها، هذا مجال عمل جديد يعني انتم بتقدروا تفكروا فيه كجيل قادم فيها. الان في الزمان كان عندي سياسة البوش والبول، حديثا في ايش؟ ايش البوش بتقول؟ انه لازم تكون عندي خطة عمل لسنوات عديدة، ولازم يكون عندي استراتيجية ورؤية ايش اشتغل فيها، هذا البوش. البول ايش بتقول؟ انا بالموجود عندي بدي سواء من الناس اللي عندي او من الموارد الموجودة عندي بدي اياها احطها في 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 يعني افعلها بشكل صحيح، فهذه بتعطيني نتائج ايجابيه وسريعه احسن من سياسه البوش في هذا المجال.
موبايل بروسينج، انه كل اشي صار بيعتمد على الحراك والحركة، انه صارت كل اشي الان بالجوال، جوال متنقل الان. from efficiency to fast learning، انه صار انا عندي بتأقلم بسرعة وبتعلم بسرعة، صارت الحركة سريعة في هذا المجال. الكي بارتنرز زي ما حكيت هنا، زي ما الشركات الكبيرة بتركز على ايش، على الكونسنتريشن، هي بتركز على شيء معين او بتركز على صناعة معينة وبتشتغل عليها، وعادة في هذا المجال بتلاقي لعيبة كبار، يعني بتلاقي اي بي ام، اي تي ان تي، اتش بي، يعني بتتكلم على حاجات يعني مش بسيطة لندخل فيها. اذا انا بتدخل في جزئية معينة وبيعها لهذه الشركة. الان الجزئية الثانية بنسميها ايش، الفراجمنتيشن، يعني عندي الابروتش الكونسنتريشن او الفراجمنتيشن. الفراجمنتيشن انا باجي التجزيء، بدي جزئية بسيطة في الماركت هذه، يعني انا بصير التركيز عندي على حاجة بسيطة محدش غير متخصص فيها، حنتها انا بقدر اخذ السوق اللي بدي اياه في هذا المجال. الكوست ستراكشر والفاليو ستريم طبعا من الشغلات اللي بنتكلم عليها، في خدمات الان كثير نطلع فيها تعطى مجانا. طب المجان يعني زي الفيسبوك، زي الانستغرام، زي غيره وغيراته، هدول زيات ايش مقابل ايش، بدخل عليك دعايات، هم بدخلوا الدعايات عندك. الان لو بدك ميزة معينة او حاجة معينة بتدخل على السبسكريبشن. السبسكريبشن تعمل اشتراك تدفع تاخذ خدمة في مقابلها فيها. الان بيبر يوز، الان لو بدك تستخدم حاجة لمرة واحدة مرة تانية تدفعي حسب الاستخدام. والديتا مونتايزيشن، انه صارت عندي تجميع المعلومات عن الزبائن، هذه صارت لها يعني هي عبارة عن فلوس في هذا المجال، والناس بتبيعها في هاي لانه بتعطيهم البروفايل تبعت الزبائن. رو كوردينيشن كوست، اذا انا عملت شغلة سهل خدمة سهل جدا اضيف زبائن لهذه الخدمة، يعني انت بتعمل خدمة لواحد بس بتضيفش عليك تكلفة لزود الزباين في هذا المجال. مثلا لو انا عملت مثلا صورت محاضرة زي هيك ودخلت تعليم الكتروني، الان لو كان عندي 10 او كان عندي 1000 مش هتفرق، لان انا عملت الشغلة للكل، هذه اللي بتنفع لواحد تنفع للكل. lower transaction cost، الان زمان كانت اي عملية الفويسز الحاجات هاي الشغل اليدوي هاي بتطلب مجهود، الان هذا كله هي صار اوتوماتيك بتطلع التقارير اللي عنده. higher productivity and asset utilization نتجت عن هذه الامور. كويس هيك. الان الفري كونتنت اند سيرفيس والبيد فور كونتنت اند سيرفيس. الفري طبعا ايش بنقول عنها، هذه بترافقها انه في دعايات في حاجات تانية بيجيبوا فلوس فيها. البيد فور كونتنت هذه طبعا بتمرش عليك دعايات ولا شيء، بس بتدفع انت ثمن الخدمه. الان التوسع، الناس بتدور على ايش، على المجانا، فانت بدك تشوف كيف تستغلي هذه المنطقه بشكل عام. الان في تكلمنا على 6 دايموندز اوف اند كوتلر اللي هي 6 ديز، الديجيتاليزيشن، الديسبتيف، الديسربتيف، الديماتيريالايزيشن، الديمونتايزيشن، والديموكراتايزيشن اللي عندي. ايش يعني الديجيتاليزيشن؟ الان صار عندي كل شيء ديجيتال، والديجيتال بصير نسخ حديثه كل فتره معينه. الديسبتيف انه ايش، التكنولوجي دائما في لها موضه يعني هايب، فالناس بتمشي مع الهايب احيانا. ديسربتيف انه هذا احيانا بتعمل تغيير جذري في الحياه تبعتنا او في الصناعه، يعني زي مثلا الجوالات عملت تغيير جذري في حياه الناس والبشريه ككل. ديماتيرياليزيشن صارت ان حاجه بتيجي ببلاش وعلى شكل ابس، بدل ما كانت تجي لجهاز بدي اشتريه، يعني زي حكيت انا بالمحاضره زمان كان حاجه عندنا بنسميها الانسرنج ماشين. ايش الانسرنج ماشين هذا؟ لو انا برا البيت
وحدا بده يتصل فيه، ما كانت الجوالات موجودة، فبدي يعني يمكن لما الواحد يكون ساكن لحاله بتكون هذه مشكلة. في بيوتنا هنا عادة في حدا في البيت بيتصل وبيكتب، بياخذ يعني بيعرف مين المتصل وبجاوب عليه وبياخذ ملاحظات او بترك لك رسالة. الآن زمان لما كنا إذا ما فيش حد في البيت ما حدش بجاوب، فإذا حدا بدي ياك لشغلة مهمة أو طارئ ما مش حيصلكم. فكنا نشتري جهاز بنسميه answering machine، جهاز بسجل، يعني هي بترد بالسجل لما حدا يتصل على البيت، بتقول له أنت اتصلت في بيت فلان الفلاني، هو مش موجود الحين، فإذا حابب تترك رسالة اترك رسالة فبترك. فأنت أول ما تيجي البيت قبل الأكل قبل إشي بتشغلي هدول اي رسائل بتيجي، انا فلان الفلاني بدي اياك لحاجه هيك، بدي اعمل زي هيك في طارئ هيك، فانت بتاخذ الرساله. الان هذه في وجود الجوالات بتتكلم مع حاجه، يعني بتقول هدول في اي قرن عايشين، يعني مش موجوده. الدكاتره والناس المهمين لما قبل عصر الجوالات هذه بشويه كان عندهم حاجه بسموه البيجر. البيجر ايش؟ بتيجي كل ناس له كود، قاعد تبقى جهاز صغير عندك، يمكن تقريبا بيجي الجوال تبعك خمس حجم الجوال، بتيجي بتعطيك إشارة إنه يعني الكود الفلاني بدي إياك. هذه كانت مهمة لمين؟ للدكاترة في المستشفيات يعني بشكل أساسي، والمحامين واللي يعني اللي عنده للطوارئ حاجات طارئة يعني بدهم إياه. فهذا بترن عليه بتطلع بشوف الكود هذا تبع المستشفى، الكود هذا تبع الحكومة، المهم اللي بده إياه. يعني هدول بيبقى كل ناس لهم كود، يعني الكود من 3-4 أرقام بس مش كثير. فهو عنده الرقم مخزن، بروح أقرب تلفون وبتصل فيهم يعني بيبقى التلفون تبعهم عنده وبتواصلوا مع بعض. هذه الآن من الشغلات اللي بنتكلم عنها صارت إيش؟ مش موجودة. ليش؟ لانه الجوالات عملت ديستربشن للموجود هذا، يعني غيرت قواعد اللعبه. دي ماتيريالايزيشن، صار حاجات تيجي مجانا ان ذا فورم اوف ابلكيشن. يعني الان لو بدك تصوري فيلم، بدك تصوري صور، بطلنا نروح للاستديوهات وبطلنا نعمل هاي، انت من جوالك صار كل من جوالي يصور ويعمل كل شيء. الان لما انا بسافر بطلت اجيب معي GPS، جهاز GPS بحطه هو بقول لي ايش الطريق وين اروح وكيف امشي. هدول من الشغلات اللي غيرت القواعد الموجوده فيها. وصار عندي مثلا في الاجيال الرابع والخامس والثالث والرابع والخامس في النت، الجوال اللي معك بوديك وين ما بدك في الدنيا، وايش بدك بوفر لك اياها. Demonetization, money is taken out of the equation as technology become cheaper and cheaper. الحاجة اللي كانت زمان بتسوى خلينا نقول $1000 الحين بتسوى يمكن $50 صارت. فالسلوب تبعها نازل بكتير في هذه، لأنه صارت تكلفة إنتاجها رخيصة أكثر. Democratization إنه صار الأكسس هذا للجميع مش لواحد. يعني الآن طلع الجوالات الذكية، المتعلم والجاهل، الفقير والغني والاختيار والكبير والصغير، كل صار عنده لأنه صارت متطلب حياة مش هاي. وإحنا لسه في غزة على الحدود، يعني مش شايفين الميزة الموجودة، بينما برا هذه الميزة واضحة جدا، يعني بتقدريش تعيشي بدونها لأنه هي اللي بتسهل عليك التنقل في حياتك أو عمل أي شيء في حياتك. هذه بعض المقولات اللي تكلمنا عنها. هذا بشكل عام كان الجزئية اللي احنا حكينا فيها عن المحاضرة. قبل ما نروح على الار، في لكم اي تساؤل على هدول؟ هذا بحب يعني انت المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة هاي بنحطكم في جو وين احنا رايحين كتكنولوجيا، وليش بنتكلم على السمارت سيتيز والسمارت سيستمز. هذا الهدف من المحاضرتين اللي فاتت. انتوا بدكم تشوفوا ايش السبب الناس بتروح في هذا الاتجاه، او تخصصنا ليش مهم للعالم للدنيا. فلازم تكون الصورة عندي واضحة، حتى بعض الشغلات حتلاقيها حتيجي تلم، وبعدها حصير عندكم نقولكم الابليكيشن في المجال هذا هاي
عملنا في المجال هذا، هي عملنا في المجال هذا، هي عملنا. فبصير عندك صورة واضحة كثير إيش تخصصي هذا. لكم أي سؤال؟ كله تمام؟ أشوف الكومنتس إيش فيها. احنا أربعة يعني سهر المحاورة، يعني ما فيش داعي إغلاق إيش اسمه الميكروفونات يعني. فهي يعني الفكرة واضحة، احنا وين رايحين بالمادة النظرية. طيب الآن بالنسبة للبرمجة، كلكم نزلتوا الار بروجرام والار ستوديو؟ بدي من كل واحدة كونفرميشن. انا بالله نزلتوه. إسراء نزل عندك؟ روان وسجى قال نزلوها. اه نزل. ياسمين؟ ايه ما نزلتوش. ليش؟ انا ما ظبطش معايا. ايش اللي ما ظبطش؟ ما هو عشان هيك انا شغلت اليوم اهو. لا اكيد كان الانترنت ضعيف عشان هيك يعني لسه اليوم بدي ارجع احاول تاني انزل فيه. هو على فكره مش ثقيل، البرنامج خفيف يعني مقارنه بالبرامج الثانيه، لانه هذه من الحاجات السهله. بعدها بنيجي يعني الاسبوع هذا كل اللي بدي اياه منكم انكم تدخلوا وتعرفوا بس تشتغلوا على امور بسيطه. كويس دكتور؟ طب اعطينا مثال. أنا هذي الآن أنا قاعد بقولكم وين أنتوا الآن. لو بدي أدخل إيش بدي أعمل؟ أنا فرجيت هناك كيف تدخلوا وتعملوا بالشرح الجزئي عن starting with R، مظبوط؟ فرجت على الفيديو. أوه هلا إحنا سجينا مثال. ما شفنا الفيديو. طيب الآن لو بدي خليكم معي، هاي بدي أعرض أعمل شيرينج للسكرين عشان تشوفوا أنا كيف بشتغل. الآن باجي زي ما انتوا الفيديو ياكو تفتحوا التالي، بتروحوا على يعني من المنيو اللي عندكم هاد، بتروحوا للآر ستوديو. هاي عندي يعني فرجيتكم المرة اللي فاتت، هاي عندي الآر وهاي الآر ستوديو، بعمل على الآر ستوديو دبل كليك بفتح. إذا عندكم أي سؤال اسألوا على طول، ما تستنوش يعني فيها. هو هذا من البرامج المتخصصة في علم لعلم البيانات، عشان هيك احنا حبينا نعرفكم عليه، لأنه هذا ميزة لكم عن غيركم من أي تخصص في الجامعة، مش بس التخصص تبعكم انتوا، هذه الوحيدين في الجامعة اللي بتشتغلوا على الأمور اللي زي هيك. يمكن شوية تبعين الإحصاء بيشتغلوا عليه. الآن إيش اللي عندي ها؟ ممكن أعمل هنا أفتح ملف جديد، بس هذا بعدين بنتعرف عليها. هذا بسميه الكونسول او الكوماند لاين، يعني هذا بكتب الكود وبطلع عندي ايش بشغل فيه. لو بدي افتح واخزن بملف، وهذه بنفرجيكم اياها، بفتح ايش نيو فايل وار سكريبت وبكتب فيه. بس هذا الحين خلينا زي هيك. لو بدي استخدمه ككالكوليتر، هاي 5 + 6 شايفين، هاي طلع ايش الجواب، هاي 5 + 6 - 2 هاي الإجابات، هاي 5 ضرب 7 هاي 30 تقسيم عندي عربي، هاي تقسيم 6. فأنتوا شايفين هاي كوساين باي، هاي الباي، هاي السكوير روت لا مثلا 36،
الآن هذه الشغلات واضحة إيش الميزات الموجودة عندي فيها؟ الآن لو بدنا نروح واضح لو بدنا نروح لحاجة أصعب، بدي بتعرفوا أنتوا المعادلة الجبرية من الدرجة الثانية معروفة إيش فيها؟ فيها ثلاثة كوفيشنت، مظبوط؟ المعادلة الجبرية A x squared plus bx plus c، بدي أعرف A هيها مثلا تساوي 2. ممكن تستخدموا اللي يساوي زي هيك، أو عادة التكنيك المعترف فيه اللي هي أصغر من وفي وراها داش وبحط إيش؟ هاي 2 مثلا. البي هاي مثلا 7، السي هاي 15. الآن بدي أجيب المعادلة، إيش المعادلة تقول؟ ناقص بي بلس أور ماينس سكوير روت للبي سكوير ماينس 4AC على إيش؟ 2A. هاي اللي بدي أحطه هنا، هاي الماينس، أو خلينا نفتح قوس، هاي ماينس بي، هذا بضل عندي هاي بلس، خلينا ناخذ هاد السكوير روت هاي البي سكوير هاي ماينس 4 في الاي في السي، هاي هذه هاي سكرت القوس، هاي هاد ما هاد على هنا ايش 2، او خلينا نحطها زي هيك 2 ضرب ايش؟ إيه. ايش في عندي ميسنج؟ هاي ماينس بي، هاي 4، فانا ماينس بي بلس سكوير روت للبي سكوير ماينس، طب هذه فيش فيها مشكلة. انت بدي اسأل البي، بدنا نغير واحدة من هدول، الرقم طلع خيالي. طيب خلينا نشوف هيك البي سكويرد، هذا كله نانو. طيب هاي واحد غيرنا الأرقام، لأن هنا بتطلع إيش الأرقام ما لا نهاية، عشان هيك بتعطيني إيرور. فهي المعادلة. الآن لو هذه بدي أجيب الحل الثاني، إيش الفرق بينه؟ إحنا قلنا بلس وماينس، ناقص وزائد. فهنا بدي أحط الإيش؟ الماينس. ماينس. هاي طلعت هاي. ممكن أخزنهن تحت أرقام، هاي أنس واحد، أو خلينا أجيب هذيك وبعدين بخزن. هذه بتحرك فيها. هاي أي واحد. وهاي أي اثنين. طب يا دكتور الواجهة اللي فوق شو بنعمل فيها؟ أي واحدة؟ اللي فوق. اللي فوق هذا تطلع إيش فيها؟ هذه لو أنت بدك تعمل أوبجكت، هذه لسه ما استخدمناهاش، بتبين عندك هاد. يعني كيف ما مثلا إيش الأوبجكت اللي بنحكي فيه؟ الآن أنا بدي أعمل زي قاعدة بيانات. وفي في قاعدة البيانات هذه مثلا انت قاعدة بيانات بالطلاب، ايش الطلاب ممكن يكون لهم؟ لهم ارقام اسامي، لهم ارقام جامعة، مظبوط، لهم درجات، لهم ارقام تليفونات، لها هذه كلها هيتها اللي هي اللي بتبين وين هنا، عرفتي؟ هذا بصير اوبجكت جوا هاي، بس هذا لسه احنا ما يعني بدر عليها. المرة الجاية أول إشي إحنا بنعطيك حاجات بسيطة جدا لتقدري تشوف حالك بتعرف تشتغلي ولا لا. بعد هيك إيش يعني حلول الأسئلة على أيوة، لأنه يعني حلول الأسئلة على الكونسول، على هذا، على الكونسول هذا هنا. بس إيش أنا اللي بدي إياك؟ بدي إياك أضمن حاجة واحدة، إنك أنت نزلت البرنامج والبرنامج بيشتغل عندك، هذا الغرض من أول assignment، عرفته؟ فأنا طالب منك بعض الشغلات، إنك تيجي قلت لك جربي إنك تقدر تشتغل عليه، كأنك تعودي بدخل عليه أي حاجة أشوف إيش بطلع عندي.
يعني انه نزل صح عندي، بينزل صح عندك هذه الواجهات بتلاقيها الاربع مربعات. اذا بتلاحظ هاي اللي بيطلع عندي هان وين؟ هاي في الهيستوري، هانا هانا الانفايرمنت ايش اللي بيطلع عندي، هانا الكونكشن لو انا بدي اربط مع مكتبه ثانيه او لايبرري خارج هذا، هانا لو بدي اعمل هيلب مثلا، هاي هيلب سكوير روت، الأصل تطلع عندي هان السكوير روت اللي عندي، أو خلينا نقول هانا هاي إشارة طيب. طلع هانا إيش اللي بيعطيني، هاي أعطتني الأبسوليوت وهنا السكوير المفروض تعطيني السكوير روت. هذول كله كل الفانكشن اللي بتيجي عندي في هذا المجال، هاي السكوير روت شايفاها، ها compute the principal square root of x بتعطيني الشكل تبعها ايش هي. فالهلب هذه هي اللي بتعطيني الكوماند لو انا مش عارف كيف ايش الارجمنت اللي بتاخده بتعطيني اياه في هذا المجال. بس هذه بعض الشغلات انا هدرجكم شوي شوي، يمكن في الستيب قلت لكم ايش تعملوا، لانه المره الجايه يعني سواء اللايبرري بدك تعملوا لها انستول او كيف بدك تحملوا الفاريبل او الداتابيس، لانه هذه من الشغلات اللي احنا هندرجكم فيها ونعرفكم كيف تستخدموها خطوه خطوه، كيف ترسموا رسمات، كيف لو انا بدي احلل الداتا بدي أضيف كولومز بدي أحذف كولومز بدي أحصل على معلومة كيف أنا بدي أعملها. هاي هذا كله هيتها إيش من الشغلات اللي احنا حنعرفكم فيها، عشان هيك المرة الجاية لما أنتوا بدكم تيجوا تقعدوا زي هيك في الأسايمنت هقول لك إيش، افتح البرنامج واعمل الخطوات التالية كويس؟ تمام. بس هذه بتطلب انه كلكم زي ما حكيت تبقوا منازلين وكلنا على نفس الصفحة، لانه في البرمجة في حاجات كثير بتطلع فيها يعني بتعمل خطأ، يعني انت مش حتشوفيه لا تقعد يومين ثلاثة تتفرج عليه مش حتلاحظيه، بس انا لو باجي بقول لك لا في عندك الخطأ واحد اثنين ثلاثة صلحي، لانه الواحد في الخبرة بصير ايش عارف وين الاشكاليات اللي بتمر فيها. في أي استفسار عندكم؟ لا يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. خلاص هيك بنبقى احنا المرة الأسبوع هذا انتهت مهمتنا، الأسبوع الجاي بنزلكم محاضرة النظري وبنزلكم محاضرة للآر بجزئية عملي، وبفرجيكم إيش تعملوا وبعطيكم بعدها assignment تشتغلوا عليها وبنتلاقى نناقش هذا assignment. كويسين هيك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. تمام إن شاء الله. يعطيكم العافية ومع السلامة. الله يعافيك.